عشرات الفرص الوظيفية لحديثي التخرج وتدريب المهندسين والمهندسات على العمل في القطاع الخاص يوفرها المنتدى التدريبي ومعرض الفرص الوظيفية للمهندسين الذي أقيم بمبادرة مميزة من المجتمع المدني. كما تعلمون فإننا مقبلون على مشاريع تنموية عملاقة في إطار تحقيق رؤية سيدي سمو الأمير كويت 2035، وجل هذه المشاريع سيكون موجها لصالح شباب اليوم ورجال الغد، ولهذا فإن مشاركتنا الإيجابية مطلوبة من خلال الاستعداد ورفع الكفاءة ودعم التوجه الحكومي لتحقيق التنمية البشرية والإدارية. معرض يعكس اهتمام الجهات المعنية في البلاد وسعيها نحو النهوض بالتنمية البشرية عبر تعزيز مهارات الكفاءات وخلق فرص العمل. يعاني سوء توزيع وليس تخمة تخصصات كما يتصور البعض، ولمسنا بشكل حقيقي حاجة ماسة أبداها القطاع الخاص للكثير من التخصصات الهندسية. أعداد العاملين في القطاع الخاص من مستفيدي صارفي دعم العمالة الوطنية تبلغ 62 ألف كويتي والكويتية في مختلف التخصصات، منهم 3262 مهندس ومهندسة، وإجمالي ما تم صرفه هو 4,750,000,000 دينار كويتي كصرف علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لجميع العاملين في القطاع الخاص. كما بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية من الخريجين حتى ديسمبر 2018 73,000 خريج وخريجة. تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد وجعله إنتاجياً من خلال تطوير المهارات واستغلال المتاح منها في القطاع الخاص هدف من شأنه تحقيق التنمية المستدامة والخطة التنموية 2035. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.